ما نقارن مثلا طيران المملكة العربية السعودية والفرص المتاحة للأجواء العراقية، بالتأكيد حاليا المملكة تحقق 20 مليار دولار سنويا كإيرادات من قطاع الطيران، ما عدا السياحة، ما عدا أن هناك ما لا يقل عن 30 مليار دولار أخرى ينفقها السواح. فعمليا العراق فقد ما لا يقل عن يعني 200 مليار دولار نتيجة إيقاف خطوط الجوية العراقية، ليست فقط باتجاه دول الاتحاد الأوروبي وإنما أيضا باتجاه بقية دول العالم. طبعا تنشيط حركة استخدام الطائر الأخضر يساهم طبعا بالإضافة إلى الإيرادات المباشرة إلى خلق فرص عمل في قطاع الطيران. لدينا إمكانية في توسيع المطارات، في زيادة عدد الطائرات، في توفير أجواء مناسبة للسواح الأجانب لاستخدام الطائر الأخضر. فبالتأكيد هذا الموضوع ورقيا هو عبارة عن خسارة مباشرة، لكن بالتأكيد حكومة السودان أصبحت على دراية في ضرورة أن يعود الطائر الأخضر إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتبعتها حاليا خطوط الجوية العراقية بالتنسيق طبعا مع مؤسسة السلامة الأوروبية من أجل التسريع بموضوع عودة الطائر الأخضر إلى دول الاتحاد الأوروبي.